السلام عليكم شباب، خلينا نجرب هذا السلاح الجديد. والله لك كل ضربة يموت. والله شو السلاح هذا يا اخي. عفوا تغيرت. خلينا نمسكه مرة ثانية. بس ايش السلاح الزرقاء؟ انا بعرف اني ضاع مني شوي بس برضو بلعته كثير. والله مستحيل. خلينا نجرب مرة ثانية نشوف. والله ينفع. لا هسه يعني صار ها شوي افضل. شوي افضل. ايش الفعل هذا؟ جابني من اخر الارض هيد شوت. والله بدنا مواجهات. وجه ما بدي اخر الارض. هون بوجهي. لا صار لا أبقى من إني وقفت أوبن. لازم أخذ كفر. بعرف حلو أول جولة. حلو بس عليك عم نجرب سلاح لحد الآن ماشي حاله. ما بعرف إذا يفرق عن البيرل. أنا أشوف البيرل دائما يضل أفضل سلاح أقوى. بس هذا يعني برضو ذخيرته 7 يعني قوي. ها كل سلاح ذخيرة 7 دائما يكون قوي. احس الركول يضيع بكل سهولة بهذا السلاح. ما بعرف
شو بأربعة؟ من ديروا القلوب انت بقى. حلو حلو سكوب اربعة برضو رهيبة. سهل سهل طلعت مرق. ايش هذا؟ والله فكرت عبى السلاح. سكوب ستة. جرب سكوب ستة يلا. ابلع. سلاح ثابت يعني على كل السكوات تقريبا. نعم توقع افضل من السكار على الحالتين. ثباته يعني الركويل اصعب شوي من الانفور لكن اثبت بالبرل بنفس الوقت والاي كي ام وقويها بصراحة. يعني سلاح حلو هذا رأيي عنه. ما بعرف اكتبوا لي بالتعليقات تشوفون سلاح اضافة حلو ولا لا من الببجي. السلام عليكم.